أنا سعيد جدا بهذا البرنامج الجديد، من خلاله بشارككم خبراتي، وأتمنى المجتمع ككل يستفيد مني. معكم محمد قبيسي، تعالوا تمرنوا وياي. أنا أحب أسخن جسمي بهالطريقة بحيث أتجنب الإصابات وأكون جاهز للتمرين. عندنا 6 تمرينات، ولكل تمرين مدته 60 ثانية، وبين تمرين وتمرين 15 ثانية راحة، ونكون سوينا جولة واحدة. الهدف نوصل 5 جولات، وبين جولة وجولة 2 دقيقة راحة. يلا بدينا. خلصنا التمرينات، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستأنستوا.